حضرتك حاجة تقصدي يعني انا بحييكي على النقطه دي، ان الموضوع مش طفل عنده عيب خلقي، لا انتوا كمان مختصين اكتر في الفكر اللي هو انتوا بتخلقه الجديد. يعني كان ممكن اللي هو طب هنفتح تاني القلب، القلب اتفتح مرتين عمليتين قلب مفتوح، كان ممكن نفتح تاني، طب ما احنا مش لاقيين حل، هنعمل برضو هنجدد حاجة الشريان ده مختلفة. ليه؟ لكن عملته دعامه. هو ده الفكر بقى، هو ده العلم، العلم اللي انا مفضلش ثابته، العلم اللي انا اتميز في النجاح. يعني هي في مجموعة من العمليات بتتعمل فعلا عندنا جديدة، منهم عمليات جديدة في العالم ككل. يعني هي دي عملية بالنسبة للعالم، ما هياش مش أماكن كتير بتعملها. كمان في تصليح الشريان، الصمام الأورطي، في تقنية جديدة اسمها أوزاكي، لأن دي مشكلة كبيرة في الأطفال دول، بيبقوا برضو هم عندهم الصمام وملوش بديل، والصمامات المعدنية كبيرة فبيبقى ما ينفعش أصلا تتركب لهم. والعمليات اللي معمولة قبل كده عمليات وانا لحد معلوماتي ان الصمام بيحتاج بعد 20 سنة يتغير. بالظبط، هو بيبقى ليه يعني durability او تايم معين ان هو يبقى بيشتغل، وبعد كده بيحتاج يتغير. في انواع صمامات بشريه، وفي بيبقى لازم جايه بقطعه بشريه من بره مصر، ما فيش موجود في مصر. وفي انواع الصمامات المعدنيه، وبقى في جديد بقى اللي هي الصمامات بتتغير بعمليه اسمها اوزاكي، بتتصنع من الغشاء التموري اللي حوالين القلب. يعني للاطفال الاطفال ممكن اعمل له بيتخلق له صمام عارفه جديد. خليتيني يعني مش هجيب صمام من بره، لا انا ممكن اخلق له صمام من الانسجه بتاعته، من انسجه القلب بتاعت الطفل ده. فطبعا يعني هي عمليه طبعا في العالم كله جديده، بس طب نسقف لها يا جماعه ولا نعمل ايه دلوقتي؟ ما شاء الله. طب انت جايه لنا النهارده والله العظيم وبحياه ربنا ربنا يكرمك، المعلومه دي هايله. يعني الناس اللي مش عارفه اقول لك ايه. طب ده طبعا اكيد برضو بيوفر، لان انا ما اشتريتش صمام، ولكن هي بتعتمد على مهارة الطبيب ان هو يخلق من القلب صمام. بالظبط، انسجة القلب، من الانسجة المحيطة بالقلب، الانسجة المحيطة من القلب، بيتعمل صمام جديد وبيشتغل. احنا شايفين النتائج ما شاء الله. انا عايزة اعرف بقى النتائج.